يا مساء العسل على الناس العسل. مساء النور. ايه لسه مظهرتش ولا ايه؟ استسالم، انت صرت جاي تقريبا كل يوم كرمال تسال عن مدام ساره، وانا كل يوم بجاوبك نفس الجواب. لا طب ماشي، ما بالراحه عليها شويه. وبعدين انت عايزه تفهميني انك سكرتيرتها ودراعها اليمين وما تعرفيش هي هتتصرف فين بقالها كام يوم؟ انا لا من حقي اسالها ولا من حق حدا يتدخل بحياتها الخاصه. اعتذر منك لانه معطل لي شغله. لا العظيم عسل، بس ماسك كده مش طاري وسايح. بعتذر منك. تشرب شاي؟ قهوة؟ نسكافيه؟ والكرم ده بقى من امتى؟ اعمل لك ايه؟ انت شكلك كده تعبان ومتضايق. في ايه؟ شكلك مقشفر اليومين دول. ما انا قلت لك تعالى اشتغل معايا يا سالم، قلت لي فيجي وميكي وكلام ما فهمتوش. في ايه يا جدع بتتكلم؟ خد نفسين وطلع الكلام مع التخان. يمكن يطلع بدل ما هو بيطلع بالقطاره كده. ما تفضفض يا جدع. والله ما عارف اقول لك ايه يا سبوه. ساعة ما سبت مصر والدنيا مش عايزه تضحك لي ابدا. حتى وانا في مصر كنت بكح تراب. كل ما اجي افتح باب الاقيه مقفول بالضبه والمفتاح. العيله ايدك منها والارض. والصحاب زي قلتهم. هتقول لي امال احنا بنسيب مصر ونهج ليه يا سالم؟ لو يحسدوك ان اخوك ظابط جيش، يعني ظابط الجيش ده بقى هيفتح لك كل البيبان المقفله. عارف، اصل اختي جوزها ظابط. تلاقيك انت كمان بقى حاسس باللي انا بقوله ده. ظابط جيش بقى زي اخويا ولا ايه؟ في القوات البحريه. تلاقي يعني ما بتشوفوش خالص. هي مين؟ اختك الغلبانه. لا ما بتشوفوش ولا هي ولا العيال. بس عادي بقى، اخدوا على كده. جوزي من زمان بقى. من زمان قوي. ده تلاقيه على كده مقدم بقى. لا مقدم ايه؟ اعلى من كده بكتير. ده ملازم اول. بس ملازم اول دي اقل من مقدم. لا هو اعلى من مقدم. عقيد مثلا؟ ايوه عقيد، بس انا ما بفهمش في الحاجات دي يعني. ثواني يا صاحبي. بالله احبابه ولسه اصحابه. انت كنت فين كل ده؟ قلقتيني عليكي. كان عندي شغل بره. حسن. ايوه يا ست سارة. عدي عليا بكره، عملت لك التاشيره لقريبك. وحياه ابوكي. بس دي تاشيره زياره مش اقامه. مش مهم، ده هو لما يعرف هيموت اصلا من الفرحه. انا هكلمه وابلغه. ربنا يخليكي لينا يا ست سارة. يلا عشان انا عازمك على شاي. ميرسي. ميرسي ايه؟ لا المره دي بجد بقى مش زي المره اللي فاتت. والله مش عامله حسابي، وانا كنت قريبه من هنا قلت اقول حاجه لسبوبه. ويعني معقوله هتمشي من غير ما تشربي حاجه يا ست ساره؟ ما تتفضلي تشربي معانا حاجه. يا ريت كان ينفع، بس انا عندي شغل كتير في الشركه وفي المنظمه، ومحتاجه جهدين فوق جهدي عشان اعوض الفتره اللي فاتت. الله يعينك. شكرا. طب يلا ندردش واحنا ماشيين في السكه وانا بوصلك. معلش يا سالم، لما افضى اجي لكم. عن اذنك. اتفضل. ست سارة. اطلب لي شاي. لا. ايه اللي لا؟ انت مش كنت بتعزمني من شوية؟ الكلام ده لما كنت متضايق ومقرف، انما دلوقتي انت راجل زي العسل، انت اللي تعزمني. عسل ايه بس بعد اللي حكيتولي على اختي الغلبانة ده؟ شفت؟ انت بينزل اجازة كل قد ايه؟ مش عارف، نتصل بيها نسألها. ليش هذا السؤال يا سهيل؟ الله يرضى عليك تجاوبيني. رجل أعمال بيشتغل بالإلكترونيات. صار لك زمان تعرفيه؟ شكو سهيل؟ رح تفهمين كل شي لما تجاوبيني. صار لك زمان تعرفيه؟ أكثر من سنتين. أكو بينه وبينه بزنس. ملتزم جدا بكل اتفاقاته وياي. اللي أعرفه إنه تاجر سلاح.
أبو نضال يسلح الأكراد بالعراق ضد الحكومة. أنت أكيد غلطان. لا ما غلطان، أنا متأكد. وصار لأكثر من 3 سنين مختفي من العراق، ويقولون الحكومة رازدة مكافأة للي يسلم أبو نضال. جوز أخته ضابط بالجيش، هيدا حكي. هلأ بلش تعجبني. أنت لسه شفت حاجة؟ بكرة كل حاجة في عب سبوبة هتبقى في عبي. شفت التدريب قديش فرق معك؟ هو أنت مصدق شلومه بتاعك ده؟ أنا لساعة وأجيب التايهة. مشكلتك إنك مفخم حالك بزيادة. عارف إمكانياتي بزيادة. إمكانياتك هيدي نفعت مع سارة؟ في السكة. بعد ما رجعت؟ لا لسه، بعدين استنى بقى. تتوهني ولا إيه؟ هو أنت دلوقتي مش قلت إن أنا عجبتك؟ أنت بقى مش هتعجبني عشان أحليلك بقك بصرة. الله، طب أحليلك بقك بمين؟ سليم خير؟ أنا آسف إني صحيتك، بس أنا فعلاً واقع في مشكلة كبيرة. ممكن أدخل؟ تدخل؟ دقيقة واحدة بس هشرح لك اللي أنا فيه وهمشي على طول. تفضل. أصلاً أنا عايزين يطردوني من الأوتيل فجأة كده. فلوسي سرقت ومش معايا فلوس عشان ادفع الاجره يعني لو تسلفيني فلوس عشان ادفع الاجره او ممكن تخليني ابات هنا لحد الصبح. لا، موضوع تبات هنا صعب جدا. انا عارف ان الموقف محرج والله والوقت متاخر، بس عشمان فيكي. استناني ثواني. خدي راحتك. أظن دول كفاية. ده كفاية ذوقك وإحساسك بيا. على العموم أنا مش هعطلك كتير عن ضيفك. كتر خيرك، وأنا أول ما يجيلي فلوس من مصر هسدلك كل اللي عليا. تصبح على خير. بإذن الله. Thank you.
Why did you guarantee it with such assurance? But because you know, I think when anytime somebody put guard up there, so I think it was just great, and he did a tremendous job. ايش في؟ ما فيش اشي. شو صاير؟ بتمنى عليك تروح الاوتيل هلا. هلا؟ كرمال ماشي.